السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في فيديو جديد. كل ماركات التركي في المفروشات جايبينها لكم النهاردة، يعني النهاردة فيديو لوكسيات وأسعار من المستورد نفسه. الحلو في الفيديو هنشوف كل الحاجات اللي قدامنا دي، أطقم سرير، الكوفرتيات اللي الناس بتسأل عليها وبتطلبها، كان عندنا كمان مفارش عطيفة، عندنا مفارش سفرة أشكالها تحفة، هم بصراحة متميزين بيها. أي حد يشتري أي حاجة ليه هدية، وطبعا في شحن لأي مكان. دلوقتي موجودين طبعا في اسكندرية، موجودين في محطة الرمل. الشارع ده يا جماعة اسمه شارع الفلكي، اللي أوله مول الفلكي من سعد زغلول، سهل جدا تمام. هتمشي فيه لغاية ما توصلي لمحل كوكتيل، هتدخلي الممر اللي جنبه بس كده. تعالوا بقى ندخل ونشوف انه محل جاي له النهارده. النهارده جايين نصور من عند محل اكيرا تمام. طبعا للمفروشات التركيه النهارده في حاجات حلوه قوي، وفي عروض وفي هدايا. فبقى تعالوا نشوف الفيديو ونشوف اهم العروض ونتوكل على بركه الله. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ مهاب، عامل ايه؟ الحمد لله والله. طبعا احنا النهارده جايين نصور عشان في حاجات جديده جت، وفي كمان هديه لكل واحد هيشتري. صح اي حد هيشتري قطعه هلي عليه، يعني هياخد في هديه تمام. اي قطعه في المحل اي حد هيشتري ليه قطعه هديه مفاجاه تمام. ايه اول حاجه بقى هنبتدي بيها الجديد عندكم بقى؟ في حاجات كتيره جت جديده، في كوفرتات، في ملايات بكفر اللحاف. حلو قوي ما شاء الله. بصي دي كده مثلا يا جماعه، ملايات بالكفر اللحاف تركي برضو. شيك قوي، ادي الكفر اهو، جميله قوي. في منها بقى كذا رسمه. ايوه رقيقه جدا برضو، رقيقه قوي جميله. ودي بقى بكام القمر دي؟ دي كانت 650 نازله 550. 550 ملايه بالكفر تمام، الله ينور. كمان حاجه زي كده لو بتحبوا الالوان اللي هي الهاديه، بصوا يا جماعه اخر جمال، عرفنا كده سعرها. طبعا هتاخديها وتاخدي عليها قطعه هديه كده من المحل تمام. كوفرتا، بصوا يا جماعه بقى الحاجات الجميله دي، كوفرتا بالملايه. كوفرتا بالملايه بتاعتها برضو، حاجات كلها تركي زي ما احنا متعودين. كوفرتا بطقم السرير بتاعها بالخدادية تمام. في منها كذا رسمة وكذا لون، في كذا رسمة وكذا لون. السرير برضو لون تاني منها، البيتش حلوة قوي، حلوة قوي. نفس الرسمة كده بالظبط. الحاجات دي برضو جت جديدة. زي الفل. كوفرتا مشرشيب دي بيدوروا عليها، بصوا يا جماعة نفس الرسمة كده. الله، كوفرتا اللي بالشراشيب دي كده حلوه قوي، ومعاها برضو طقم السرير بالخداديات تمام. هي كل اي واحده فيهم بس نفس السعر ولا كل واحده بسعر؟ كذا سعر، يعني مثلا مشرشيب دي 750، ومشرشيب دي غاليه شويه 850. ب 850 تمام. الاثنين تركي، والاولانيه اللي شفناها ب 750 صح كده. في شحن لاي مكان صح؟ شحن لاي مكان، والهديه برضو موجوده تمام. الله ينور. المره اللي فاتت مفارش السفره طرقعت جامد، فاحنا عايزين نشوف برضو الجديد عشان العرايس. الهندي ده جه. الهندي ده تحفه. بصوا يا جماعه التطريز بتاعه طبعا مشهور قوي. بصي في منه النبيتي، في منه الذهبي الغامق. بصوا في حلو قوي. بصي في المفرش ده برده جاي جديد تحفه كمان يا جماعه. المفرش ده برده الله على الجمال، ده جميل قوي. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه ده سفره، وادي ال 12 نيش بتوعه بالجمال ده. وده بقى بكام ده؟ ده جديد برده، ده عامل من 1600 نازل 1400. 1400 هديه محفوظه تمام، الله ينور. بقى القمر ده 16 قطعه. 16 قطعه اتسال عليه كتير المره اللي فاتت، جت منه كميه ثانيه ما شاء الله. ده 16 ب 12 نيش بالمربع. بس انا عايزه اوريكم ده كده اللي هو ايه، المربع ده المربع. حلو قوي. ومع النيش بتوعه كام واحده نيش؟ 12. 12 نيش. بصوا يا جماعه شايفين التطريز، شايفين الجمال، منه الوانه بقى الفضي والذهبي والابيض وال حلو قوي كل الوان، ومع الاثنين المربعين. بصي كده جميل جدا، وريهم للناس. طقم بس كامل. تحفه، طقم كامل 16 قطعه. والرنر كمان، لا يجنن بجد، جميل جدا. منه منه كميات وفي منه كذا شكل. وده بكام بقى ده؟ ده بعد الخصم 850. بعد الخصم 850. الحاجات دي كلها تركيا يا جماعه مستورده تمام. بصوا يا جماعه بقى الحاجات الحلوه دي بمناسبه الشتاء، ده عباره عن ايه ده؟ ده عباره عن ملايه. ايوه لحاف تمام، كفر لحاف، واثنين خداديه. واثنين خداديه في منه الرسمه دي، في منه الرسمه بصراحه برضه. الرسمتين تحفتين يعني. بصوا يا جماعه لسه جاي جديد، يعني عايزه لسه جاي جديد. هي عباره عن لحاف وطقم سرير، لا بطانيه، بطانيه ملايه وكفر لحاف. ثلاثه. وبكام بقى القمر ده؟ خداديه. ده 1490 بعد 1490 بعد الخصم تمام. الله ينور. سرير كمان التركي وصلت يا جماعه، التركي يعني من بلدها. 3 دي كده، خداديه
دي كده الخدادية اللي احنا شفناها. دي بقى رسومات. وده طقم السرير. كم قطعة؟ خمسة. خمس قطع. ليا مخدتين كبار خدادتين صغيرين. تمام. ادي الخدادية شفناها. بصوا بقى في اشكال والوان. عندك اللي هو شانيل. اهي. علامة شانيل اهو. نفس الرسمة بالظبط. ايوة. وفي حاجة تاني ايف سان لوران تقريبا او لويس فيتون. لا لويس فيتون اهو. زي ما احنا شايفين. وعندنا حاجة زي كده برضو. تمام. رسومات كتير. الله ينور. حلوة يا جماعة الفوشيا ده. وبكام بقى ده قلنا؟ ده 275 بعد الخصم. 275 بعد الخصم. طبعا في منتهى الجمال. بقى اللحاف ده مفروش قدامكم اهو باين. بصوا الشغل اللي فيه والجمال اللي فيه. انا عايزه اوريكم الخداديات بتاعته. بصوا الجمال. ده برضو تركي زي ما متعودين طبعا. بالظبط. وبكام بقى ده؟ ده كان 1250 نازل 950. بدل 1250 نازل 950. الشغل بالكبير كده وثلاث الوان. ايه بقى؟ كشمير في أيوة. فاتح. وايه تاني؟ مع الاثنين خداديه فهماني واللحاف. في الوان منه ولا هو اللون ده؟ الجري. ما اشوفه كده. نبص عليه برضو نشوف الالوان. ده الاوف وايت في الجري. تمام. وفي بقى اشكال لحافه تانية بقى. وفي اشكال تانية حاجات تانية بقى لحافة. طبعا كلها موجوده. الحاجات الماركات سيدار والحاجات اللي احنا ايفلين موجوده. الحاجات الحلوه دي حاجات جديده بتيجي كل شويه. تمام. انا شايفه بقى الفوط بقى شكلها عسل قوي. في عندنا حاجات بقى تركي. في عندنا طبعا حاجات مصري قطن 100%. تمام. ورينا بقى التركي واسعارها كده ونشوف المصري. بصوا يا جماعه دي ده حلو قوي برده كله كده في الاورجانزا الكبير. الله على الجمال. بصوا يا جماعه الجمال. نفس الرسمه كده بالظبط. تمام. وده بكام بقى ده؟ ده كان 650 نزل 550. 550. في منها اربع فوط صغيرين وفي منها بشكير كبير وفوطين. في منها كده عايزاه كده عايزاه ونفس السعر. نفس السعر. حلو قوي. تمام زي الفل. في الوان كتير منها. في الوان كتير منها. دي بقى بكام؟ المصري في يعني رينجاته 350 وكده. بس برضه انا شايفاه بصراحه حلو والوانه برضه جميله. بصوا يا جماعه الجمال. الله ينور. تمام. بصوا هنا الرسمه بتاعته. ده المصري والوبره بتاعته. بس ده قطيفه ده صح؟ لا لا ده قطن. قطن ده؟ وش كده وش كده. وش وش فوطه وش قطيفه. نعم وش خشن. الله ينور. من اول 300 بالظبط كده. المصري من اول 300. من اول 300 بس حاجه فاخره يعني. وبالنسبه للبطاطين النهارده عاملين عرض فيها. البطاطين التركي والله زي ما هي زياده بقى العرض. ان احنا قلنا الهديه المفاجاه. ايوه. ان اي قطعه هتجيبيها تاخدي هديه عليها. بالظبط كده زي الفل. الله ينور. يعني بقى في حاجات كمان هنا اسعارها حلوه قوي زي الحاجات القمر اللي قدامنا دي. طبعا تابلوهات كده بتتحط وبتتعلق. الواحده فيهم ب 25 جنيه. تمام. ب 25 جنيه. تعالوا بقى افرجكم على حاجات تانية كمان. ده بقى السفره الكبيره. السفره بقى الكبيره وجميل قوي. ايه الجمال ده. في منه بقى كذا شكل. طبعا هو قطيفه في الحاجات اللي هي رسومات. تمام. في منه برضه كذا شكل. الناس اللي عايزه السفره الكبيره. ايوه. ايه الاشكال بقى بتاعته؟ بصوا عندنا اشكال تانية كمان. اشكال والوان. حلو قوي. وده بكام بقى ده؟ ده 800 بعد الخصم. 800 بعد الخصم. الله ينور. الحلوه دي. دي بقى بصي اطقم ثلاث قطع. ايه ده؟ جميل قوي ده. ان شاء الله. بصوا يا جماعه في النص هو كده قطيفه والباقي طبعا الرسومات الحلوه دي. في النص بيبقى ساده كده وفي النص في شغل. دول ثلاث قطع. ده واللي هم القطعتين دول. الاثنين المربعين. حلو قوي. وده بكام؟ ده شكل تاني. وده شكل تاني. ده في منهم ب 250 وفي منهم ب 200. يعني اللي قدامنا اللي معانا ده بكام؟ ده 250. ده 250 وده؟ ده 200. دول ثلاث قطع برضو؟ ثلاث قطع برضو. نتفرج عليه برضو. برضو كده. بصوا يا بنات ده ب 200 جنيه بس هي درجاته اللي هي البيجات. في درجات منه. في درجات البيجات والاوف وايت والذهبي وكده. عايزه افرجه لهم بس. تمام. الله ينور. والاثنين التانيين. حلو قوي. ده مفرش شتوي. مفرش شتوي الملايه بتاعته حلوه قوي. في منه برضو الوانه بس نفس الرسمه كده بالظبط. ده مفرش بالملايه بالاربع ودي الوانه. حلوه قوي. الملايه بتاعته قطن ستان. وده بكام ده؟ ده ب 1490. 1490. امال دي عباره عن ايه دي؟ دي كوفرتات الملايات اللي احنا شفناها. موجود منها برضو كل حاجه. تمام. مشكله صراحه جميله قوي. كده اتهيألي خلاص ولا في حاجه تاني؟ اللي دي بقى نقول على دي اللي هي الكفرات دي. كفرات المراتب لاي مقاس موجود ولا كبير بس؟ لا موجود 120 متر و60 و80. طيب. الناس اللي بتدور على كفرات للمراتب بكام؟ طبعا الحاجات دي برضو تركي. كفرات دي تركي. دي تركي برضو.
دي في منها بقى حسب المقاس، في متر وعشرين، متر وستين، متر وثمانين. يعني في حسب المقاس. بتبدأ من كام بقى؟ يعني من 150. من 150 من أصغر مقاس. كفرات بالأستك وقطن طبعا زي ما احنا شايفين يا بنات. بصوا بصوا الجمال، طبعا حاجات تحفة أصلا. العظمة ده، ده طقم خمس قطع. واو، ده تركي برضو تحفة. بسم الله ما شاء الله. اثنين مربعين. الله، لا امسكوا لي كده يا استاذ مهاب. لانه شكله كبير بتاع الصوت. بصوا الجمال بقى ايه ده، ده شغله فظيع جامد. معايا رنارين تانيين اصغر مقاس شويه. ايوه، ده الكبير بتاع السفره. ده الكبير بتاع السفره، اشكاله والوانه، يعني في الوان واشكاله، في البيج والخفيه والبني وكذا لون. تمام، هما الخمس قطع احنا قلنا دي قطعه، والقطع الثانيه الرنر الكبير. ده الرنر الكبير، رنر اصغر منه شويه، في رنر اصغر للبوفيه. رنر اصغر للصالون. حلو قوي، كلهم رنرات، ثلاث رنرات والاثنين صغيرين زي الفل. الله ينور. وكام بقى ده؟ ده بعد الخصم 690. 690. وفي الوان منه واشكال تانية. تمام. عيد ايه بقى يا استاذ مهاب عندنا هنا؟ عيد ان شاء الله من الساعه 11 للساعه 12. تمام. وفي شحن لاي مكان؟ في شحن لاي محافظه. الله ينور. تمام، شكرا. العفو.